رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني معه إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله، وما نفعني مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. رحم الله عمر، يقول الحق وإن كان مرا، فقد تركه الحق وما له من صديق. رحم الله عثمان، تستحيه الملائكة وجهز جيش العسرة وزاد في مسجدنا حتى وسعنا. رحم الله عليا، اللهم أدر الحق معه حيث دار. هكذا روي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة الأربعة، أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قال فيه رسول الله: ما من أحد له منة علي كأبي بكر. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم فضله على أبي بكر رضي الله عنه أفضل مما بذله أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم من المال ورفقته في الهجرة. لماذا؟ لأن الرسول هو أنقذ أبا بكر رضي الله عنه من عبادة الأوثان إلى درجة الإيمان التي هي السعادة الأبدية، التي هي السعادة الأبدية. الرسول عليه الصلاة والسلام فضله كبير على أبي بكر الصديق، ففضل أبي بكر رضي الله عنه بالنسبة لفضل الرسول صلى الله عليه وسلم كلا شيء، كلا شيء. باتباع الرسول صار أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقابل هذه، ماذا تكون مساعدة الرسول بالمال والصحبة؟ فمعنى الحديث: ما من أحد له منة علي كأبي بكر. بالنسبة للمال، ما قدم أحد المساعدة من المال للمصلحة الإسلامية كما قدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة من الأغنياء، قلة من الأغنياء. أبو بكر كان له مال كثير، أنفق في الدعوة في سبيل الله، في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق أبو بكر 40,000 في حب الله ورسوله في ذلك الوقت. هذا مبلغ كبير في ذلك الوقت، هذا مبلغ كبير. كذلك عمر، كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف. انظروا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر، مع أن فضل الرسول أكبر من فضل أبي بكر بكثير، وهو الرسول الذي أنقذه من عبادة الأوثان إلى هذه الدرجة، لأن أبا بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر، وهذا بإجماع المسلمين، ثم أكثر العلماء، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم كترتيبهم في الخلافة. فمن المهم أن يقتدي الواحد منا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أسدى إليك معروفا فاشكره وادع له، قال المتنبي الشاعر:
لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. حقا إن أسباغ التقدير الخالص على الآخرين وجعلهم يحسون بأهميتهم مبدآن على جانب عظيم من الأهمية في السلوك الإنساني وفي التعامل بين الناس وكسب ودهم وحبهم والدخول إلى قلوبهم. لذلك قال شيخنا رحمه الله تعالى: قد يرحم الله عبدا مسيئا بصحبته لعبد تقي. كلام جميل. قد يرحم الله عبدا مسيئا بصحبته لعبد تقي. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتميز عن أصحابه في المجلس ولا في الملبس. فقد ورد أن رجلا أتى وكان الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه فقال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ فقالوا له: ذاك الأبيض المتكئ. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. كان لم يتميز عن أصحابه في المجلس ولا في الملبس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاتباع، والله أعلم وأحكم.